بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في سورة الملك نقرأ هذه العبارة: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن المقياس هو العمل الأحسن لا العمل الأكثر، لابد أن نتقن النوعية لا الكمية فحسب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من هذا المنطلق أيضا يعلمنا الكيف والنوعية. الكثيرون منا يقضون حوائج الناس، يقضون حوائج الغير، الآن مادية وغير مادية. علي عليه السلام يضع ثلاث مواصفات قياسية لقضاء حوائج الناس، كيف تقضي حوائج الناس. أولا يقول: لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث، باستصغارها لتعظم. لا ترى ما عملته كبيرا ولو عملت الكثير، إذا قمت بذلك عند الله تبدو عظيمة. والدليل على ذلك من صفات المؤمن، له صفة جميلة، الإنسان إذا رأى الآن في نفسه هذه الصفة تلقائيا فليشكر الله على هذه النعمة. ينسى إحسانه للغير، يأتيه فلان يقول: جزاك الله ألف خير، أنت قبل 10 سنوات عملت كذا. يقول: ما أتذكر، نسيت، وحقيقة نسي. ولكن الإساءة بحق الغير لا ينساه. قبل 20 سنة أهان مؤمن، أنقص من حقه، رآه في الطواف، بس ما يشوف هذا الإنسان يتذكر ما عمل في حقه من سوء فيستغفر له. إذن الشرط الأول أن يصغر ما يقوم به لتعظم. وقد يقول قائل: أنا دفعت 1,000,000 دينار، بنيت مسجد، هذا عمل ظاهره عظيم. الجواب أنه إنما يتقبل الله من المتقين، يوم القيامة يعلم. أنت في دار الدنيا صغر العمل، صغر العمل، هذا قد يوجب يوم القيامة القبول، هذا أولا. وباستكتامها لتظهر، حاول كما في الروايات: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حاول أن تكتم الحسنة. ولهذا أئمة أهل البيت كانوا يساعدون الناس، ولهم برامج كما يقال في جوف الليل. الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نعم، كان في بدنه يوم عاشوراء علامتان: الجروح التي نعم تعرض لها روحي له الفدا، وآثار الجراب، كان يحمل قوت الفقراء. الإمام، لحظات عمر الإمام تسوى الدنيا وما فيها. نعم كان ينفق هذه اللحظات في خدمة الفقراء والأيتام. بعض أئمتنا كإمامنا زين العابدين على ما في بالي، البعض منهم عندما كان يموت أو يستشهد، عشرات العوائل تفتقد الإمام، ذلك الذي كان يأتيهم بالغذاء في جوف الليل. إذن وباستكتامها لتظهر، أنت اكتم العمل ورب العالمين يظهر العمل إن شاء. وثالثا بتعجيلها لتهنؤ، لا تمرمر كما يقولون الطرف المقابل، اليوم غدا راجع المكتب نقلب الأمور، أقضي له الحاجة الآن لتهنؤ. قد تقضي له الحاجة بعد إذلال طويل، لا قيمة لهذا العطاء، عجل في العطاء. وأنا من هنا أقول لإخواني، عندما يقول لك فلان أسألك الدعاء، لا تقول إن شاء الله جزافا وثم تنساه إلى الأبد، وأنت تصافحه يقول أسألك الدعاء، هكذا سريعا قل اللهم اغفر له. عجل له الدعاء الآن بما هو ممكن،
تعده في الحج أو العمرة أو كربلاء أو مشهد الرضا تنساه أيامها نسيان. إذن استصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنو. بعض الشراح نهج البلاغة، ولعل الشيخ محمد عبده هذا الشيخ المعروف الأزهر له شرح على نهج البلاغة، عندما وصل لهذه العبارة يبدو هو فهم معنى آخر. قضاء الحوائج نحن فسرناها قضاء حوائج الغير، هو كأنه فسرها قضاء حوائج النفس. أنت إذا أردت أن تقضى لك الحاجة صغرها، الذي يرى عمله كبير يهاب من هذا العمل، صغر الحاجة. واستكتامها، هناك عبارة معروفة لا أدري رواية أو مثل عربي يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أنا سأعمل كذا، سأقوم بكذا، ألف حاسد وألف عين وألف عراقيل تأتي في الوسط، اجعلها مكتومة، اخفي ذهبك وذهابك ومذهبك. وبتعجيلها لتهنؤ، مو أنت تحب تقضى تعمل هذا العمل، عجل في أدائها. تريد أن تزوج ابنك، زوجه فورا حتى يستمتع بهذا العمل. فإذا من الممكن أن نفسر هذه العبارات الثلاث بقضاء حوائج الإنسان، بمعنى بإنجازه هو لحوائج نفسه. اللهم اقض لنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.